السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نشاهده الآن خليج أبو قير بالإسكندرية. خليج أبو قير بالإسكندرية، التاريخ 29/9/2019. الحدث تطوير خليج أبو قير بالإسكندرية. أعلنت وزارة البحث العلمي انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير خليج أبي قير بيئية، وشملت الدراسة تقييم الأوضاع البيئية الحالية والخصائص الطبيعية للمنطقة. أجرى الدراسة الباحثين بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للصناعة والبيئة. وأكدت الوزارة أن المرحلة الثانية من التطوير تشمل تحديث الملوثات وتقييم الآثار الصحية والاجتماعية. أما عن المرحلة الثانية لتطوير خليج أبي قير، فتشمل التنفيذ العملي لأنسب الحلول. وعن التعرف عن الآثار الغارقة بخليج أبي قير البحري وانتشالها، نقول أن أعمال انتشال الآثار الغارقة بدأت منذ عام 1933، والآن يؤكد الجميع أن خليج أبي قير بالأسكندرية منطقة أثرية. ولقد قررت هيئة الآثار المصرية ضم مدينة أبي قير البحرية بالإسكندرية ضمن المناطق الأثرية، وذلك بعد أن أثبتت الدراسات الأثرية والتاريخية أن منطقة أبي قير البحرية كانت تشغلها قرية كانون التي ترجع إلى العصر اليوناني الروماني، وهذه تضم مجموعة كبيرة من المعابد والحمامات. منطقة أبي قير البحرية، وكلنا نسمع عن أبي قير البحرية. شكراً.